إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وتحليل جديد في قناة العلم نعرف الكذب. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الذهب. سنقوم بتحليل الذهب بطريقة مفصلة. سنتحدث عن النتائج التي حصلنا عليها أكيد، وكذلك أرى هل استفدتم فعلا مما حللناه أم لا. ولكن قبل البدء أريد منكم أن تشتركوا في قناة تليجرام المجانية، بها نضع عروضنا، وهذا هو آخر عرض الذي ترونه أمامكم، دورتين بسعر دورة واحدة. تجدون الروابط أسفل في الوصف وفي التعليقات. لا تنسوا أن تقوموا بتحميل الكتب المجانية إذا كنت مبتدئا أخي الكريم في موقع beprowavetrader.com. بيستجد هذه الكتب. إذا الذهب، إذا تذكرتم الذهب كنا قد حللناه تقريبا أسبوعين من اليوم، وتحدثنا عن مجموعة من الأمور. أولا أريد أن أترككم مع التحليل، ثم بعد ذلك أعود إليكم وأعود إلى الصفقة التي أخذناها، وحتى أريكم كذلك النتيجة التي حصلنا عليها على حساب حقيقي مباشر. إذا أترككم مع التحليل الذي كنت قد قمت به في الماضي قبل أن يكون، يعني كان الأمر هكذا، يعني كان الذهب هكذا بهذه الطريقة. تروا التحليل ثم بعد ذلك أعود إليكم. أوكي، إذا لنشاهد مع التحليل الذي كان أسبوعين من اليوم. أنا الآن على فريم اليومي، وسأخذ فقط آخر موجتين، هاته الموجة وهذا النطاق وهاته الموجة. ستلاحظون أن هاته الموجة الأخيرة أطول من هاته الموجة، مما يعني أن زخمها أكبر، مما يعني أن هذا البيج بوي قوي جدا، دخل بأموال كبيرة، مما يعني أنني عندما يظهر لي مشتري هنا سأبحث عن الشراء، عفوا عندما يظهر لي بائعين سأبحث عن الشراء. أوكي، هنا أبحث عن المنطقة التي يتغير فيها النظر من كون القوة هي شرائية إلى بيعية، يعني أبحث عن قاع أسفل من قاع، قمة أسفل من قمة، ثم قاع أسفل من قاع، ثم قمة أسفل من قمة. وعندما يكون لدي نطاق أبحث عن الشراء. هنا لم يكن لدي نطاق، هنا لم يكن لدي نطاق، بالتالي أتوقع أن يكون النزول لهذه المنطقة لكسر هذا القاع، ثم بعد ذلك يحدث لدي نطاق مثل هذا. لاحظوا هذا النطاق، مثل هذا النطاق هنا، وهنا أبدأ البحث عن الشراء. إذا المكان الذي يوجد فيه نطاق هذا هو القاع بالنسبة لي. إذا لم يكن هناك نطاق فهناك احتمال كبير أن يعود السعر ليزور تلك المنطقة. أوكي، طيب، مما يعني أنني إذا وجدت فرص للبيع لكسر هذا القاع ممكن أبحث عن البيع، وجدت فرص للبيع لكسر هذا القاع ممكن أبحث عن البيع. طيب، أدى بلفر الأربع ساعات أريد أن أرى فرص للبيع، دائما أبحث عن الزخام، نقص في الزخام زائد أو زيادة في الزخام، أريد أن أبيع، إذا زيادة في زخم الموجات الهابطة زائد نطاق، ثم نبحث عن البيع. فريم أربع ساعات، لاحظوا معي، لدي موجة قوية، كان لدي هذا النطاق، لاحظوا هذا النطاق، تلاحظون، ثم دخل البيج بوي هنا بقوة، بقوة، لاحظوا، ثم جاء إلى هذه المنطقة واستقر في هذه المنطقة، لم يستطيع الكسر، إذا هذا اختراق كاذب، إذا لدي هذه الموجة، ثم هذا نطاق، اختراق كاذب، إذا موجة، نطاق، ثم موجة أطول، ثم نطاق. هنا ظهر بدأ يظهر المشترون، قمة، ثم قاع، ثم قمة، ثم قاع. وهنا لاحظوا إذا ظهر لدي نطاق في أي مكان في هذه المناطق أبحث عن البيع. كيف ذلك؟ أتي إلى فريم الساعة ونرى ماذا لدينا. لاحظوا، إذا هنا ظهر المشترون، لدي قمة أعلى من قمة، ثم قاع أعلى من قاع، يعني اتجاه صاعد. ولاحظوا هنا ربما كان لدي هذا النطاق، لاحظوا هذا النطاق هنا، ولاحظوا هذه القوة، مهم جدا. ولكن لاحظوا لدي موجة ثم موجة أطول ثم موجة أطول، إذا هناك زيادة في الزخم. إذا استمر في النزول فهذه فرصة رائعة، إذا استمر في النزول فهذه فرصة رائعة، ولكن إذا صعد فهذا أفضل، لأنه سيكون هناك تناقص في زخم هذه الموجة. أريد أن أرى نطاقا هنا قويا، بعد ذلك يمكننا الدخول. أول فرصة كانت للدخول في الذهب كانت هنا، لاحظوا هذا النطاق، يعني كان يمكن الدخول في هذا البول باك هنا، وعندما يتم كسر هذه المنطقة تحول وقف الخسارة إلى بريك إيفن، وتخرج ببريك إيفن لأنه لم تكن صفقة ناجحة. لاحظوا هذه القوة التي صعد بها السعر. أوكي، بالتالي هنا يجب أن ننتبه لهذا النطاق، قد يكون هناك فرصة جميلة
للدخول في صفقتنا في البيع، وإذا كسر هذه المنطقة تحويل ستوب إلى بريك إيفن. إذا عاد السعر من هذه المنطقة هكذا، فهنا سنبحث عن النطاق، لأن النطاق هو صديقنا، وهنا نبحث عن الدخول في صفقات للبيع إلى أين؟ إلى كسر، على الأقل أول هدف هو كسر هذا القاع، ثم ثاني هدف هو كسر هذا القاع. أصدقائي تلاحظون هكذا. إذن هذا هو تحليلي للذهب. إذن كما لاحظتم كان ذلك هو التحليل، والآن لاحظوا إذا ذهبنا إلى فريم الساعة، إذا تذكرتم كنا في هذه المنطقة، لاحظوا كنا في هذه المنطقة عندما حللنا، سأزيل هذا حتى تروا، كنا في هذه المنطقة وهنا كنا هنا في هذه الشمعة، تلاحظون كان هذا النطاق، وكنت قد قلت أنه ربما تكون منطقة دخولية هذه المنطقة هنا، ووضعت وقف خسارتي هنا. أوكي، وقف الخسارة لم يتم ضربه، كان كنا قد اقتربنا كثيرا من وقف الخسارة لكن لم يتم ضربه، لاحظوا كنا قد اقتربنا كثيرا لكن لم يتم ضربه، وقلنا أن الهدف الأول سيكون، إذا تذكرتم أصدقائي، سيكون هو هذه المنطقة، تلاحظون، والهدف الثاني سيكون هو هذه المنطقة، تلاحظون، يعني إذا من 4 ساعات قلت أن هدفك الأول سيكون هنا، هدفك الأول سيكون هنا، وهدفك الثاني هنا، وهذا الذي وقع لحد الساعة، تم ضرب الهدفين، ولاحظوا تم ضرب الهدفين، يعني كانت صفقة رائعة، وحتى أريكم ما حققنا في هذه الصفقة، أشارك معكم الحساب الحقيقي حتى تروا، هنا لاحظوا الصفقة حققت 1228 دولار من حساب به 2000 دولار، 2000 دولار يعني حققت 50%، حققت 50% في صفقة واحدة، مع العلم أنني خرجت هنا في هذه المنطقة، لم أبقى لتحقيق الهدف الثاني، خرجت فقط في الهدف الأول، ربما تسرعت بعض الشيء، ولكن يعني كان ممكن أن أربح 100% من الحساب، مع الأسف لم أستطع ذلك. وهذا هو الحساب الآن، وهذا هو الحساب الآن به 3376 دولار، يعني كانت به 2000 و يعني 2000 دولار و100 دولار، 2100 دولار، أوكي؟ إذا 50% حققناها في صفقة واحدة، وهي صفقة الذهب، وهذه قوة ما نقوم به أصدقائي، قوة ما نقوم به في دورتنا التدريبية. إذا كما لاحظتم، يعني أعطيتكم التحليل الذي كان في الماضي، وأعطيتكم الصفقة التي دخلنا فيها وحققنا فيها أرباح، ربما أخطأت أنني لم أخذ الأرباح هنا وتسرعت وأخذت أرباحي هنا، ولكن كانت صفقة جيدة، يعني 1200 دولار من حسابي 2000 دولار، 2100 دولار، يعني 50% في صفقة واحدة، هذا شيء قوي وقوي جدا، وكان يعني حتى إذا رأينا الريسك ريورد، سترون أنني تقريبا حققت الريسك ريورد رائع جدا، يعني كان الهدف، يعني كنت قد دخلت، سلايد ماي أوب، كنت قد دخلت مع المومنتوم، مع النطاق، يعني هنا هكذا، هنا دخلت، وقف الخسارة كان فوق النطاق مباشرة، هنا لم يتم ضرب الوقف الخسارة، وهدفي كان كسر هذا المنطقة، لاحظوا الريسك ريورد كان، الريسك ريورد 5.9، 5.9 ريسك ريورد، 5.9 يعني ريسك ريورد أكبر من أو يساوي 2، يعني 5.9 رائع، يعني قوي وقوي جدا أصدقائي. بالتالي يعني من كان مهتما بتعلم هذه الطريقة، أنا أريكم أمور بشفافية حتى تعرفوا أني أنا كذلك أستعمل هذه الأمور، فما علي إلا التحدث معي هنا عبر تليجرام للمشاركة في هذا النوع من الدورات التدريبية. هناك عرض الآن، دورتين بسعر دورة واحدة، تدفع فقط 197 دولار وتحصل على دورة تحليل موجي ودورة البرايس أكشن. أوكي أصدقائي، إذا تتحدث معي على هذا الرابط في تليجرام ونتحدث معا، وكذلك أجاوبك على أسئلتك بخصوص دورتنا التدريبية. أوكي أصدقائي، إذا كان هذا هو تحليلنا للذهب الآن. إذا أردت أن أحلل الذهب الآن، ما الذي سأقوم به؟ الآن يجب أن ننتظر أن يكون لدينا نطاق، أريد أن يكون لدي نقص في الزخم، في زخم هذه الموجة الأخيرة، يعني أريد أن أرى على فريم الساعة ليس هناك نقص في الزخم، أريد أن أرى نقصا في الزخم، يعني أريد أن ينزل الذهب ثم يعود ثم ينزل، يعطيني نطاقا هنا، وإذا كان هناك نطاق زائد كسر بقوة، هذا يقول لي أن الذهب
فهو للصعود، فهو للصعود إلى كسر هذه القمة. إذا أردت البيع، إذا أردت البيع لا يمكنني البيع الآن، أريد أن أرى تصحيحا كبيرا هنا قبل البحث عن البيع، لأن هذا يقول لي أن الذهب سينزل أكثر وأكثر، أوكي؟ لكن لحد الساعة أريد أن أرى نطاقا هنا، نقص في زخم هذه الموجة وهذه الموجة، ثم بعد ذلك نبحث عن الشراء. حد الساعة الآن ليس لدينا أي شيء، سننتظر في الذهب، سننتظر. أنا كنت فقط أريد أن أريكم ما حققنا في الذهب. أريدكم أصدقائي أن تعطوني من استفاد من ذلك التحليل الذي وضعناه تقريبا أسبوعين من الآن، أن يعطينا أرباحه أسفل في التعليقات. كذلك من يعني من يستفيد من دوراتنا أو من تحليلنا أو من يعني فيديوهاتنا التعليمية، يضع تعليقه أسفل الفيديو. لا تنسوا أن تفجروا اللايكات، وكذلك لا تنسوا أن العلم يعرفك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني وزملائي أعضاء كورس تحليل الموجة والبرايس أكشن، أنا بس حبيت أظهر بالفيديو هذا لشيء حققته في البيتكوين. كنت متابع مع الأخ وسام تحليل البيتكوين، والحمد لله حققت صفقة بما يزيد عن 2000 دولار لما ارتد البيتكوين من الأسفل الأعلى، كانت صفقة شراء. طبعا التحليل الموجي والبرايس اكشن افادوني كثير في تحقيق هذه الصفقه، بالاضافه الى الثقه التي كسبتها من تحليل الاخ وسام. طبعا الحمد لله يعني انا كل يوم بستفيد وبكسب، ورغم ذلك كله فانا برضو اوصي ان الواحد يعني لا يستعجل في التداول، يعني ان لم تكن متاكد 100% في الصفقه التي تدخلها فراجعوا الفيديوهات وتأكدوا وطبقوا بحساب تجريبي إلى أن تتأكدوا من تحقيق صفقاتكم. وأنا حبيت بس أعرض هذا الفيديو، شكر وعرفان للأستاذنا الفاضل أسام على ما قام به من مجهود، وأوصي يعني أوصي الأخوة أن يشتركوا في هذه الدورتين لأنها فعلا مهمة جدا ومفيدة وتضع يعني رؤية واضحة لكل متداول، تضع لك خريطة السهم كيف اتجاهه، وتضع لك المنطق في التحليل. وإن شاء الله يعني أتمنى للجميع التوفيق والربح الكثير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الأخ وسام. السلام عليكم متتبعي قناة العلم لا يعرف الكذب. إذا في هذا الفيديو سأشارككم تجربتي الشخصية بعد متابعتي لدورة التحليل الموجي. إذا قبل كل شيء أشكرك يا أخ وسام على هذه الدورة الرائعة وعلى النصائح والفيديوهات التي تقدمها لنا مجانا على اليوتيوب. إذا فهذه الدورة شخصيا وفرت لي الوقت، ويعني تعلمت فيها ليس فقط التحليل الموجي إنما المنطق وراء الشارت، المنطق وراء يعني ما يحدث في السوق. يعني حقيقة يعني هذه يعني من إحدى مميزات الأخ وسام في شرحه ويعني تبسيطه لإيصال هذه المعلومة. وشكرا كثيرا، والله شاهد، يعني والله دورة تغير حياة فعلا، وأنصحكم بها وأنصحكم بدورة البلايس أكشن القادمة، والسلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله أستاذ وسام، الله يبارك فيك. خليناك بصراحة أستاذ وسام بتشكرك كتير ومن كل قلبي على هالدورة المفيدة اللي بعت لنا إياها بخصوص التحليل الموجود لبرايس أكشن. أنا مشترك معك في الدورتين، وأنا خلصت نص دورة التحليل الموجود، كانت جدا ممتازة بصراحة. أنا ما توقعت إني آخذ كم هالمعلومات بهالقيمة هي. أنا كنت متوقع حالي إني أدفع دبل هذا الرقم وأكتر يعني. فبتشكرك كثير وبدعو كل الناس يكونوا مشتركين معنا، خلي كل الناس ان شاء الله تربح، وان شاء الله ما حدا بيخسر ابدا. وبرجع بتشكرك من كل قلبي، وشكرا كثير لك، وانت شخص عن جد رائع واكثر من رائع. يعطيك الف عافيه.